الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم اجتماعا في مدينة جدة لمستشاري الأمن القومي الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية. وعربت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة بحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز أيضا السلم والأمن الدوليين ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة. قال مسؤولون روسيون إنه سمع دوي انفجارات قرب جسر كريتش الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا. وأشار المسؤولون إلى أن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على ناقلة روسية. هذا وذكرت خدمة الإنقاذ البحري الروسية في ميناء نوفروسيسك المطل على البحر الأسود أن زوارق القطر انتشرت لمساعدة الناقلة التي تضررت ولم تعد قادرة على العمل بمفردها. كانت سفينة حربية روسية تعرضت خلال الليل لأضرار جسيمة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على القاعدة البحرية الروسية، وهي الأولى أو المرة الأولى من نوعها التي تظهر فيها البحرية الأوكرانية قوتها بعيدا عن سواحل البلاد. نشدت دول الترويكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج الأطراف في السودان وقف إطلاق النار وإيجاد مخرج تفاوضي من الأزمة الراهنة. وفي بيان نقلته الخارجية الأمريكية، أكدت الترويكا ضرورة تسهيل الوصول الكامل إلى المناطق المتضررة من الاشتباكات حتى تصل المساعدات الإنسانية المنقذة للمدنيين الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل، مشيرة إلى أن توسع الاشتباكات إلى دارفور تسبب في معاناة إنسانية كبيرة. قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن الحكومة الأمريكية أوقفت بعض برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر، لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية. وقال بلينكين إن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطياتهم المكتسبة. وكرر أيضا وزير الخارجية الأمريكية دعوة بلاده لإعادة حكومة النيجر على الفور. قال وزير الدفاع التشادي إن بلاده لن تتدخل في الأحداث التي تشهدها جارتها النيجر. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، مشيرة إلى أن مسؤولي الدفاع فيها وضعوا خطة لعمل عسكري في حال لم يتم إعادة بازوم إلى السلطة في النيجر، وذلك بحلول الأحد المقبل. جددت الخارجية التونسية رفضها القاطع لما وصفتها بالمغالطات والشائعات بشأن تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين غير الشرعيين. وأوضحت الخارجية التونسية أن الشائعات في هذا الصدد اتخذت شكل حملات وصفتها بالمغرضة تقف وراءها أطراف تسعى إلى تأجيج الوضع والتغطية على الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمينه الحماية والرعاية للمهاجرين، مؤكدة التزام تونس بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها البرية والبحرية ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية. دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهمة الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إساءة تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية. ووجهت إلى ترامب ثلاث تهم جنائية إضافية في لائحة اتهام أصدرها الأسبوع الماضي المدعي الخاص جاك سميث. هذا ومن المقرر أن يحاكم ترامب في فلوريدا في مايو من العام المقبل بزعم أنه أخذ وثائق سرية إلى منتجعه ورفض إعادتها. انتقدت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة لامتلاكها أسلحة نووية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن البعثة حثت واشنطن على وقف المشاركة النووية أو تعزيز الردع الموسع. وذكرت البعثة أنه يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة بيونغيانغ لحقها السيادي المشروع باعتبارها أنها انسحبت رسميا من المعاهدة منذ 20 عاما.
مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.